هنتابع مع حضراتكم دلوقتي تقريرنا اليومي كواليس الفن والرياضة، وبعد كده هنرجع مع الأصوات الجميلة مع الموال مع أغاني الزمن الجميل بعد فاصل قصير. أعلن نادي روما الإيطالي إصابة نجمه الهولندي فينالدوم بكسر في القدم اليمنى خلال التدريبات. سجل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هدف بعد مرور 8 ثواني بس في مرمى فريق لي. وفي الدوري الإيطالي فاز نادي نابولي برباعية نظيفة على حساب فريق مونزا في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. نجح نادي بايرن ميونخ في تحقيق رقم تاريخي كأفضل بداية في تاريخ الدوري الألماني بعد ما حقق فوز عريض على حساب بوخم بنتيجة 7-0. حقق ليدز يونايتد فوز مثير على تشيلسي بثلاث أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي. القرار قرار والمعرفة ليها تمن. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي. سيستم عالي عالي. مش عشان كوبايه اتكسر، كوبايه في ايدك يا معلم. افتتح النجم مدحت صالح حفلته في مهرجان القلعه للموسيقى والغناء في دورته الـ30 باغنيه برم السلام وسط تفاعل كبير من الجمهور. افتتحت دار الاوبرا المصريه فعاليات الدوره الرابعه من ملتقى رؤيه للسينما الشباب واللي بيشرف عليه المركز القومي للسينما. أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الاحتفال بمئوية المونتير الراحل سعيد الشيخ. تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة كرباج واللي رجعت فيها للشغل مع الموزع طارق مدخور بعد غياب 20 سنة من تعاونهم في أغنية يوم ورا يوم. كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الفانتازي الجديد House of the Dragon المستوحى من رواية الجليد والنار للمؤلف العالمي جورج مارتن عن 45 ثانية جديدة من المسلسل.